هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توك شو. النهاردة امتداد للحلقة السابقة، وهي كنا بنناقش في الحلقة السابقة موضوع قانون 148 الخاص بالتأمينات والمعاشات. النهاردة هنتكلم في الجزء الثاني من الحلقة عن الموضوع ده برضو بعنوان هل المعاش لمن عاش، لكن في الجزء الأول هنتكلم عن جمعية إنقاذ حياة الطفل. في حلقة سابقة كنت اتكلمت مع حضراتكم وبينت لكم إن في فلسفة في الإعلام اسمها فلسفة الإعلان. يعني إيه فلسفة الإعلان؟ وضحت إنه قلت ممكن فريق من يعني أو جانب من بياخد فلسفة الإعلان دي إن هو ممكن يعلي الإعلام المنتج بتاعه ويخليه في السماء حتى ولو كان رديء، وممكن جانب تاني يخلي المنتج بتاعه في السماء ايضا وحتى لو كان رديء، وكمان بيعمل ايه تاني؟ بيخلي المنتج الاخر في الارض حتى ولو كان جيد جدا. لكن الفلسفتين دول مش صحيحة، مش صحاح. يعني انا بأؤمن بفريق اخر بياخذ الفلسفة الثالثة، وهي ان انت تحط المشاهد او تحط المنتج قدامك وتخلي المشاهد هو اللي يحكم بنفسه، وتحترم عقلية المشاهد وتحترم عقلية الناس اللي قدامك. النهاردة احنا بنحط قدامكم وبنحط بين ايديكم جمعية انقاذ حياة الطفل. انا مش هقول لحضرتك جمعية انقاذ حياة الطفل احسن الجمعيات الموجودة على الساحة، لا، انا هقول لحضرتك انت اللي هتحكم هل هي أحسن جمعية موجودة على الساحة ولا لا. إحنا بنتعامل بأسلوب يعني ما شفتوش قبل كده بصراحة، إحنا بنتعامل بالحالة. يعني إيه بالحالة؟ إحنا الحالة بتجيلنا مثلا في الجمعية، عايزين الحالة دي محتاجة كذا، بعد فريق البحث بتاع الجمعية ما يبحث الحالة بنضع الحالة نصب الأعين، وبعد كده بنقول للناس المتبرعين يا ناس يا متبرعين احنا عندنا حالة كذا كذا ومحتاجة كذا، ممكن ان انتوا تساعدونا. ايه في اللي بيساعد بمبلغ مثلا 1,000 جنيه، في اللي بيساعد بخمسة، اللي بيساعد ب10، على قدر استطاعته. تمام. جمعية انقاذ حياة الطفل هي اول من ابتكر هذا الموضوع يا دكتورة. طبعا تمام، جمعية انقاذ حياة الطفل هي الرائدة دايما. انا مش عايز اشكر في جمعية انقاذ حياة الطفل لان انا شهادتي مجروحة فيها، لكن انا يعني عايز استعرض مع حضراتكم بعض النقاط الايجابية اللي تمت او الانجازات اللي تمت في الاسبوع الماضي، بعض الانجازات اللي تمت في الاسبوع الماضي وبعض الانجازات اللي تمت في رمضان الماضي. لو احنا بصينا يا دكتورة ايمان، طبعا دكتورة ايمان سلام موجودة معانا رئيس مجلس ادارة جمعية انقاذ حياة الطفل، دايما منورة البرنامج يا دكتورة. ربنا يبارك فيك يا استاذ. المقدمة خدتني ما عرفتش ارحب بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الله المستعان. الله المستعان. احنا النهاردة هنعرض مثالين لعمليات قلب، عملية جات لنا في رمضان وعملية بفضل الله اتعملت الاسبوع اللي فات. يمكن هيثم كان جاي لنا رباعي فلوت،
يعني ربع فلت؟ عيوب خلقية في القلب. الدكتور عمرو عتش هيدخل معنا مداخلة وهيقول لنا القصة بالتفصيل. تمام. من واقع عمله، لأن هو اللي حضر. لو سمحت يا جماعة اطلبونا الدكتور عمرو على التليفون. الحالة جات لي في رمضان، في في العشرة الثانية من رمضان، في نص رمضان يعني، على 12 رمضان بالتقريب يعني. تمام. خلاص كانت حاله مستعجله. الحاله اخذه طبعا مشكله الكورونا والفيروس، معظم مش معظم كل المستشفيات تقريبا موقفه قصه العمليات نهائي. الحاله ما تستحملش وقت. لحد اتفقت مع دكتور عمرو عتش ودكتور اشرف عبد الحميد. دكتور اشرف عبد الحميد من هنا من القاهره، واستقدمناه في المركز الطبي عندنا في اسكندريه. اسموح. تمام. قلت لهم يعني العمليه تتكلف كام؟ قال لك من 70 ل 80 في الرينج ده. تمام. تمام. طيب نجمع. ابتدينا نجمع، قعدنا حوالي موضوع اسبوع. موضوع التجميع يا دكتوره، قعدنا حوالي اسبوع. ما انا هتكلم اهو، قعدنا حوالي اسبوع مش عارفين يعني، يعني الحاله ما جالهاش تقريبا غير 10 او 15 على ما اتذكر. خلاص من ال 80 ما اقدرش اقول له دخل. يوم المفروض العمليه كانت السبت. يوم الخميس بيكلمني، قلت له والله بص انا هعيد نشر البوست مره ثانيه ونبتدي نجمع. اتجمعت يبقى على بركه الله، ما اتجمعتش يبقى انا ما فيش في ايدي حاجه. تمام. يبقى على الاقل لازم يبقى معايا حتى نص العمليه. 40 50 يبقى. تمام. بفضل الله من يوم الخميس المغرب لتاني يوم الجمعه المغرب ثلاث ارباع المبلغ اتلم. بسم الله ما شاء الله. تمام. واحنا عندنا حته كمان، حتى اللي ما كانش قادر يسعفنا في الوقت ان احنا نجيب منه الدونيشن، يا جماعه يوم السبت روحوا ادفعوا بنفسكم في المركز الطبي. النقطه دي مهمه جدا يا دكتوره، ان انت حضرتك بتتيحي او جمعيه انقاذ حياه طفل بتتيح ان المتبرع يتواصل مع الحاله بنفسه. دي حاجه يعني فريده من نوعها. أوقع طبعا، وبتخلي الناس تحس ببعضها اكتر. وبتعمل نوع من التكافل الاجتماعي. بتدوب الحقد الاجتماعي ما بين الطبقات. انا شايف الناس معايا، الحقد الاجتماعي ما بين الطبقات ده مهم جدا انه يدوب. الغني مع ظروفه على قده. تمام. فدي بتفرق. حتى هنلاقي في فواتير الحاله مش عارفه المفروض تتعرض فاتوره ب 18، دي كانت من متبرع محمد فؤاد. الفواتير فاتوره ب 25. ده الكرو بتاع الدكتور والمستلزمات. فاتوره ب 20 وفضل الله خلصناها. وربنا دبرها من عنده، والولد طلع وحالته كويسه والحمد لله. الحاله الثانيه جات لنا من حوالي اسبوعين برضو، قال لك تكلفتها 50، المفروض هتتعمل في جمعيه محمد. طيب رجب. احنا معنا الاستاذ الدكتور عمرو عتش. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عمرو. ايه اخبار حضرتك؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يكرمك يا فندم. مع حضرتك الدكتور ايمان. دكتور ايمان ايه الاخبارات؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك دكتور ايمان؟ اهلا وسهلا منور. كلمنا عن هيثم وكلمنا عن حاله عم عبده، دي حاله تانية. هيثم بتاع رمضان فاكره اللي هو سنه ونص. اولا انا بتكلم يعني بصفتي احد اعضاء الفريق جراحه القلب اللي كان مسؤول عن حاله هيثم وحاله عم عبده. ما شاء الله. ودول حالتين الاثنين كانوا محتاجين عمليه جراحه قلب. حالة هيثم ده كان طفل عنده حاجة اسمها رباعي فالو. وحالة رباعي فالو ده بيبقى عنده عيب خلقي في القلب مولود بيه طفل. بيبقى عنده زي أربع عيوب متجمعة في مشكلة واحدة. أربع عيوب موجودين في القلب. بيبقى في القلب عنده ضيق في الصمام الرئوي، ثقب في الحاجز بين البطنين، وعنده زي انتقال للشريان الأورطي ناحية اليمين، وتضخم بالبطين الايمن. الحاله ما كانتش تتحمل وقت يا دكتور ولا كانت تتحمل؟ الطفل هيثم ده كان هو المرض ده هو مولود بيه، هو كان عمره 4 سنين، وكان المفروض يعمل عمليه من وهو مثلا سنه ونص سنتين، وكان واخد زي معاد في مستشفى حكوميه في القاهره، وكان بيتاجل نتيجه الموضوع ده يعني في حالات كتير منه وفي قوائم انتظار، ودخلت علينا ازمه الكورونا والعمليات بدات تتاجل. وحالته بدات تسوء، والطفل ده من الحالات اللي بيبقى الاعراض بتاعتها مقلقه جدا للاب والام يعني، وبتبقى صوره زرقه في الجلد بتاعت الطفل نتيجه نقص الاكسجين في الدم، وساعات بتأتي الزرقة دي في نوبات، بتبقى الزرقة دي شديدة نتيجة انخفاض الأكسجين بصورة مفاجئة، انخفاض شديد يعني. الطفل ده كان بدأ يعني إن هو يجيله صعوبة في التنفس من أقل مجهود، ودي من العلامات اللي بتقول إن الطفل ده بدأ يحصل له فشل في عضلة القلب. ما كانش يتحمل وقت. كانش يبدأ الوضع ده يعني يستاهل إن هو يتأخر بقى في العملية. فدكتورة إيمان مشكورة وجمعية إنقاذ حياة الطفل تدخلوا في الموضوع
ساهموا بتكاليف العمليه. هل الموضوع خد وقت يا دكتور جهزته للعمليه ولم الفلوس والتبرعات والكلام ده؟ بصراحه دكتوره ايمان خدت الموضوع ده على عاتقها هي وفريق العمل بتاعها، ما شاء الله. الطفل تقريبا وهو يعني ايه فلوسه مش كامله على مسؤوليتهم، ويعني الطفل دخل واحنا بنكمل تجميع الفلوس، وربنا سهل وفلوسه اتجمعت والعمليه اتعملت والطفل خرج معافى، اتعمل له تصحيح كامل للعمليه. الصراحه بنشكر الدكتور ايمن وفريق العمل بتاعه. ربنا يبارك في حضرتك، بنشكرك دكتور عمرو، ربنا يبارك فيك. خير. دكتور عمرو دخل الحاله يوميها، ما كانش فيه 8 صباحا ما كانش فيه ولا مليم الدفع، ودخلها على عهدته، دخلها على مسؤوليته. يشكر الله وجزاه الله خيرا، يعني جزاكم الله خيرا يا دكتور. يعني الثقه اللي ما بيننا وما بين دكتور ايمن وجمعيه انقاذ حياه الطفل تخلينا نعمل اي حاجه، يعني ربنا يبارك في حضرتك. مش اول حاله ومش اول تعاون بيننا وبين بعض، ربنا يبارك. الثقه دي متبادله. وصلت معانا دكتور، يعني مش شغالين بس في حالات جراحه القلب، هم شغالين في الاطعام وفي ادويه الحاجات طبعا الأورام، وشغالين في كسوه وشغالين في كذا مجال، وهم ما شاء الله من الناس الاكتف جدا وبيساعدوا في كل المجالات، وسمعتهم كويسه جدا. ربنا يبارك فيهم. عم عبدو الحاله الثانيه، ربنا يبارك فيهم. الحاله الثانيه عم عبدو، عم عبدو كان عنده قصور شديد في الشرايين التاجيه، وكان عضله القلب بتاعته، كفاءه عضله القلب نزلت بقت 35%، والراجل ده كان بيعاني من ذبحه غير مستقره، والذبحه غير مستقره ده اللي هو بيجي له وجع وهو قاعد في البيت ما بيتحركش، هو قاعد كمان. الاعراض من الاعراض اللي بتخليه يبقى عايز يعمل العمليه بصوره عاجله. معبده بعتناه يعمل برضه زي قرار نفق الدوله علشان يعمل العمليه، ونظرا ان القصه دي بتاخد وقت وكان عرضه ان هو يجي له جلطه جديده في اي وقت، وكان عنده ضيق شديد جدا في الشريان التاجي الامامي والشريان الخلفي، برضه تواصلنا مع جمعيه انقاذ حياه الطفل الدكتوره ايمان، وتفضلت مشكورا بالمساهمه باكثر من نص تكلفه العمليه، ما شاء الله. في اول لحظه دخل المريض وعمل وخرج، والحمد لله رجع لبيته معافى سليم، ما شاء الله. الحمد لله، نشكر ربنا. ربنا يبارك فيك دكتور عمرو، شكرا ليك. جزاكم الله خيرا دكتور عمرو. انا اللي بشكركم والله دكتور ايمان، ربنا يبارك فيك. تنورنا بقى بعد كده في حلقه عشان قصه القلب دي في خدمه المرضى، يعني يا رب يا رب جميعا يا رب. جزاكم الله خيرا، شكرا شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور ايمان. قصه عم عبده خدت معاكي وقت؟ اسبوع، يعني احنا كانت المفروض توتال العمليه 50، هي جراحه قلب مفتوح 50 بعد التخفيض، يعني احنا بنقعد نعصر الدنيا كده. في المستشفى اتحملت جزء واحنا اتحملنا الجزء الثاني، الفاتوره اللي هي الايصال الاصفر ده اتراب 25000. طيب والحمد لله. عايز ادخل، واهم حاجه انه دخل، هو كان برضه ريسكي جدا يعني، ما شاء الله. عايز ادخل على الانجازات الاسبوع الماضي. على يعني فكره عم عبدو الاسبوع العشر ايام اللي فاتوا خلاص احنا عرضنا حاله من رمضان. احنا بنعرض الحالات منفصله ان كل حاله ليها حكايه، اكيد يعني ممكن طبعا. نعرض كل مره واحده، احنا معديين المليون وشويه في رمضان، ما شاء بس الله. انا حابه المره فاتت قصه البتر، شاب صغير المره دي طفل، وفضل الله تعافى وبيتابع من خلالنا برضو، ما بنسيبش المريض. جميل جدا يا دكتوره فكره ان انت بتطمني المتبرع ان 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 حاجته او التبرع بتاعه او الحلال بتاعه وصل مكانه. طبعا على فكره الصدقات والزكاه مكانهم يدخلوا ويخرجوا، تمام تمام. يعني انا كان عندي اعتراض في حته الفلوس الجمعيات الموجوده في البنوك، هي مش مكانها البنوك، لا هي مكانها مكان تخرج وتطلع على طول، عشان كده احنا مديونين على طول. الحاجه الثانيه اللي انا عايزه انوه عليها الدعم بتاع مستشفيات حالات الكورونا في زمن الكورونا، بالظبط يعني كده. ايه اللي عملته مستشفى عمليه جمعيه انقاذ حياه الطفل في زمن الكورونا؟ يعني ربنا ييسر كده والدنيا تلم. هي عملت حاجات كتير بس الاسبوع الماضي يعني بالتحديد، يعني ربنا ييسر كده والدنيا تلم. احنا يعني الموضوع في مستشفيات دخلت في العزل جديده، في طبعا مع كتر العدد محتاج، المستشفيات محتاجه دعم. ففضل الله الاسبوعين اللي فاتوا دخلنا كمامات N95، دخلنا جوانتيات، في حاجات هتتعرض الاسبوع دوت لو نعرضها دلوقتي، وفي جوابات لسه ما طلعتش، انا مدخله امبارح بفضل الله في مستشفى الجامعة 40 ماسك N95، ما شاء الله، 10 علب ماسكات عادية السيرجيكال اللي هي الماسكات الجراحية. خلاص في راس التين دخلنا جوانتيات، بنحاول قد ما نقدر ان احنا ندعم في قسم الصدريه لانه برضو اتقلب عزل في الميناء عندنا، نفس الكلام ما شاء الله، طلبه الجامعه نفس الكلام، يعني بفضل الله بفضل الله بنحاول، وعايزين الناس برضو تساعد لان اللود كبير.
عدد الحالات ده يا جماعه دور برد بينتشر ايا كان بقى يعني الفيروس بيهاجم بحده او لا، بس محتاجه دعم. قصه حاله البتر الموجوده في الجامعه اللي احنا محتاجينه دلوقتي. أيوة طبعا في بنود كتير مفتوحه يعني، بس أنا عايز اسال حضرتك ايه اللي محتاجاه دلوقتي عشان نخاطب الساده المشاهدين والساده المتبرعين ان هم يتفضلوا معنا بالتبرع للجمعيه. حضرتك مش هتخسر حاجه والله، بتليفون صغير ممكن حضرتك تتاكد من صدق كلامنا. عايز حالة محجوزة حاليا، عايز حضرتك تروح للحالة في المستشفى او تروح لبيتها بعد بحث الحالة، تفضل معانا وهنوصلك للحالة بالتليفون او شخصيا حضرتك تروح للحالة. تفضل يا دكتور. حاليا عندنا حالة بقالها 3 ايام في المستشفى، جرح سكر في الرجل، غرغرينا، فالمفروض تعمل بتر فوق الركبة. طبعا انت بتتكلم في مريض الضغط وسكر، لازم جسمها يتظبط، نظبط البولينة. دخلت على غرفة عادية، دخلت بعد كده يوم ونص ودخلت العناية المركزة. حالتها يعني هي صغيرة مش كبيرة، في الخمسينات، وعندها 3 اولاد، بيشتغلوا ما بيشتغلوش شغلات ثابتة بعد قصة الكورونا دي الناس. وطبعا ما حدش يقدر على اصلا مصاريف المستشفيات والكلام ده، ما كانش ينفع تدخل عام برضو الدنيا واقفة. قبل موضوع كورونا، في انت حضرتك قلتي يعني مقولة شهيرة جدا، ان يعني في امراض حتى الاغنياء ما بيعرفوش يقفوا قدامها. دي مثلا حالة ممكن تفتح، ممكن تفتح اولا عشان تدخل حاله سكر تعمل بتر. بعد كده الجرح ده ممكن يجيب صديد، فعايز انتيبيوتكس، مضادات حيويه. مضادات حيويه بتتكلم مثلا في حاجات عاليه، الحقنه تعمل لها 100 وشويه، تمام، ممكن بتتكرر 2-3 في اليوم. فاللود كبير. دي دخلت عنايه النهارده، تمام، دخلت عنايه امبارح، تمام، لحد ما تتظبط للعمليه. طب بعد العمليه قبل ما الجرح ده يقفل، ليه لا، احنا ممكن نقعد شهور. دي بمصاريف، يوم ما هتطلع من المستشفى تبقى محتاجه هوم كير، حد يروح لها يغير لها الجرح، ولازم الجرح يتنظف كويس عشان ما تقلبش يعني بتسمم في الدم. بتبعتي حد يغير على الجرح في البيت كمان؟ ما شاء الله. احنا بنتابع، بص الحاله بتجيلنا باكج، استلمناها من هنا، بنفضل مكملين معاها حتى لو عندها عيله عايزه تتجوز، لحد ما ربنا يكرم. بتدعم. لا تاني قولي كده تاني. حتى لو عندها، ما احنا عندنا عرايس لاولاد الحالات اللي عاملين عمليات. يعني انت حضرتك بتاخدي الحاله تعالجيها، تمام، وكمان بتاخدي العرايس انت عايز تفرحه. ربنا يبارك فيك. المرض بيكسر والحجه وحشه. طيب حضرتك محتاجه قد ايه للحاله دي؟ بند مفتوح ما اقدرش، يعني احنا قلنا مبدئيا كده ممكن نجمع لها 70-80، اصل دي في خاص، تمام. يعني ممكن الدكاتره برضو يبقى عارفين معنى كلامي. مريضه سكر عندها غرغرينه وهتعمل بتر الجرح ده عبل ما يقفل. يعني هي مثلا في الثلاث ايام دول 20,000، تمام، وبعدين دخلت عنايه. قصه تانية حضرتك اعلنت عنها برضو على الفيسبوك. واللي يحب يتواصل دايركت مع المستشفى، الله المستعان، تمام، ندله على كل الداتا، بس في تكتم مع الحاله، بحيث ان يعني حفظ كرامه الحاله. بالظبط كده، تمام. جزاكم الله خيرا دكتور. ان شاء الله هنخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مع الفقره التانية، هل المعاش لمن عاش، وانتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا للجمعية. مشاهدي الكرام، ورجعت لحضراتكم بعد الفاصل. عنوان الحلقة هل المعاش لمن عاش؟ نناقش قانون 148 للخاص بالتأمينات والمعاشات. دكتورة إيمان، هل المعاش لمن عاش؟ والله ده اللي انا شايفاه دلوقتي من اللي احنا يعني منطقيا احنا الحلقه دي امتداد للحلقه اللي فاتت، مركزين فيها وهنفضل مركزين فيها، لان هي بتشكل مشاكل بيوت،
ممكن لو ده فضل ساري ان انا ما عنديش دخل وما عنديش حاجه تسندني كل شهر وتسند بيتي وولادي واكل من خلالها، هلاقي ناس دي جايه بتخبط علينا كجمعيه واحنا عايزين. تمام. واتفرجوا بقى احنا بنتكلم في ملايين يا استاذ محمد. مظبوط. كام المؤمن عليهم في 2020؟ في 2020 حضرتك عندنا في 16,977,000. كانوا كام في 2018؟ تاني كده يا استاذ محمد. 16,977,000. 16 مليون. كانوا كام في 2018؟ في 2018 كانوا 5,017,000. طب من المستفيد؟ المستفيد ان هنا في عدد بيزيد حضرتك، يعني زي ما المعاشات بتزيد في اعداد كبيره بتخش في التامينات. ده معنى كده ان عجله الانتاج ماشيه. ماشيه اكيد. والناس بتامن على نفسها والدخل كبر. مظبوط كده. توتال المعاشات او مجموع قصه المعاشات كده دخل كبير. يبقى ليه ده اللي بيسالوا الناس. ليه الناس دي زي ما بيكونوا عاملين جمعيه كده ما يقبضوهاش بعد ما يوصلوا سن معين؟ في نوع من العجز ولا في نوع من المسؤوليات الزياده لو كانت المراه عندها عيال ومحتاجه بعد 20 سنه خدمه؟ احنا عندنا امثله بحاجات زي كده، بعد 20 سنه بتشتغل محتاجه شويه تتفرغ لعيالها، محتاجه تعول امها وابوها او تخدمهم لو حد منهم عيان. كل دي نماذج من المجتمع. احنا بنثير القصه ديت لان هي فعلا مشكله لملايين. احنا بنتكلم في 16 مليون. ال 16 مليون دول انا من الناس المتحيزين للمراه المعيله، هتلاقي فيهم ملايين من امثله المرأة المعيلة. هتجيب منين لما انا احرمها من حقها؟ وبعدين دي فلوسها، دي فلوسها في الاول وفي الاخر. استاذ محمد حضرتك احنا في مشكله فعلا. لفظ كلمه جمعيه قاله احد المسؤولين، قال احنا المعاش المبكر احنا ضده، علشان هو انت دلوقتي داخل معانا جمعيه. طيب حضرتك هو في حد بيعمل جمعيه ما بيقبضهاش؟ المواطن مع الدوله انت قصدك كده، او مع التامينات؟ بالظبط مع التامينات تحديدا، يعني مع التامينات. احد المسؤولين عن التامينات بيقول انت داخل معايا جمعيه، المفروض ان انت ما ينفعش ان انت تطلع من الجمعيه لغايه ما تكملها. طب انا هكملها امتى حضرتك؟ حضرتك قلت المره اللي فاتت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل ما يتجاوز ذلك. تمام. فاذا كان انا عمري من 60 ل70 سنه، انت رفعت لي سن المعاش خليته 65 سنه، اذا انا مش هاخد معاش. تمام. قال لك اولادك هياخدوا المعاش. ما هو برضو معلش حضرتك متوسط اعمار الشباب مثلا اثناء الجواز مثلا وكده بيكون في حدود 30 سنه. فانا على ما اوصل ل 65 سنه وانا ربيهم ازاي لو مفيش دخل؟ ما هي دي مشكله، دي قصه كبيره. ازاي انا النهارده ينقطع بيا الدخل وعيالي صغيرين؟ لان يعني احنا بنتكلم في فئه الاربعينات، الناس اللي بتتصفى. انا عايز اسال، سؤال بس. اديني جمعيتي حضرتك اللي احنا بنتكلم محمد. حضرتك بعض الناس، انا يعني قصه المعاش المبكر، ايه رد حضرتك على ان بعض المسؤولين بيقولوا ان الناس بتوع اللي هم عايزين يطلعوا معاش مبكر عايزين يستريحوا وخلاص؟ لا هو اكيد مش عايز استريح. حضرتك اللي قدام منك انا ممكن يكون سني صغير، بس عندي مثلا زي ما قلت لحضرتك المره اللي فاتت عندي مرض بيجلط الدم، يعني ممكن اموت في اي لحظه. شفاك الله وعافاك، ربنا يكرمك يا فندم. فمش عايز استريح. وبعدين هل المعاش المبكر يعني مطمع؟ انا هاخد 900 جنيه حضرتك. تمام. اسمح لي، انت ليك دفتر تامين؟ لا يا فندم، ما طالما تركت العمل او الشركه اللي انا شغال فيها خدت عني او صفت او حصل اي حاجه، ماليش اي حاجه، لا تامين ولا يعني دخل. انت كان ليك دفتر؟ كان ليا دفتر اسمي. لكن انت تعالج تامين صحي. مظبوط. طب لما النهارده انت مالكش دفتر، لو صفى يبقى الحكايه. طب ليه؟ طيب دي مشكله كبيره، ان النهارده يعني مش فكره انقطاع دخل شهري وبس. لا، الناس اللي عندهم امراض مناعيه ولا امراض مزمنه، الناس دي هتقدر تصرف على دكتور ايمان. ده صح، ده صح ان هو عشان صفى او عشان الشركه استغنت عنه يبقى يتشال من عنده دفتر التامين؟ ده صح، دي اجراءات متبعه. انا بتكلم في واقع. لا طبعا، هو المفروض يعني حته المرض دي كمان بالذات مفيش، ما ينفعش ان احنا نجادل فيه. هيجيبه منين؟ طيب معانا الاستاذ محمد منصور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد، اخبار حضرتك؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. في عجاله سريعه يا فندم، ايه شكوى حضرتك من قانون 148؟ شكوته والله يا فندم ان احنا مأمنين ودفعنا تأمينات 20 سنه. تمام. فجم دلوقتي لما جينا نقدم اوراق عشان نستحق المعاش، فقالوا لي انت تابع القانون الجديد. قالوا لك انت تابع القانون الجديد؟ ايوه، اللي هو 148. تمام. اللي هو مالكش معاش، صح كده ولا ايه؟ ولا لا كده كده مش معاش. هم عملوا حسبه كده يا فندم، حسبه كده بمزاجهم. مزاجهم. ممكن حضرتك تسمعنا من التلفزيون بس يا فندم؟ ماشي ماشي يا فندم. لا العكس، وطي التلفزيون يا فندم. تمام. ماشي يا فندم. ماشي يا فندم. ماشي. ف دلوقتي ما لناش معاش مبكر، طب احنا قاعدين في الشارع، طب نصرف منين ولا نعمل منين؟ انا مش يعني انت حضرتك عندك 20 سنه خدمه فعليه. فعليه
2000 تمام في شهر 6 يعني انا بالظبط بقى لي 20 سنة تمام كده انت ما لكش مصدر دخل يا استاذ محمد القانون اصلا القانون النازل الجديد ده مش دستوري لان احنا متعاقدين معاهم على 20 سنة المفروض احنا نقدر بعد 20 سنة القانون ده يتطبق على الناس الجديدة اللي هم 1/1/20 انت ليك مصدر دخل يا استاذ محمد ولا الوضع ايه؟ ما فيش والله انا عامل عادي يعني انا راجل حرفي. شكرا شكرا لحضرتك يا استاذ محمد. معانا الاستاذ نبيل من القاهره السلام عليكم. وطي التلفزيون من فضلك. فندم. وطي التلفزيون لو سمحت. وطيته يا فندم. اتفضل يا فندم. بستاذن حضرتك بالنسبه للقانون 148 ده يا فندم اللي هو المعاش المبكر. تمام. تمام يا فندم. ده حضرتك يعني واضعين فيه حضرتك شروط تعجيزيه رهيبه. مستحيل ان هي تتنفذ ماشي على اي بني ادم. تمام. اولا يا فندم احنا دلوقتي الشركات عندنا بتصفي، انا واحد من الناس ماشي الشركه عندنا فصلتنا فصل تعسفي. تمام يا فندم؟ بقالي حوالي من 2015. تمام يا فندم؟ تمام. مش عارف مش لاقي شغل ورفعت قضيه وكسبت القضيه. تمام يا فندم؟ والشركه صفت. فمفيش وانا عندي 52 سنه حضرتك. تمام يا فندم. وحوالي 27 سنه خدمه. 27 سنه. فمش عارف حضرتك هنعمل ايه؟ ولا انا عارف اخد فلوسي من الشركه يعني مش عارف اخد حتى فلوس التعويض من الشركه امشي بيها نفسي ولا انا عارف اشتغل في اي حته. حاولت تشوف شغل يا استاذ محمد؟ والله العظيم بلف واكتر حاجه يا فندم من هنا لهنا 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 حاولت انا عندي 52 سنه يا فندم يعني ماشي في 53 سنه. تمام اقصى حاجه بيقول لك 45 سنه يعني يوم ما بيحن علينا ب 45 سنه. القطاع الخاص فيه مشكله فعلا كبيره. القطاع الخاص يا فندم مقرف مقرف بطريقه رهيبه. شكرا لحضرتك يا استاذ نبيل. شكرا لحضرتك يا فندم. استاذ صبري معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ صبري. ايوه يا فندم السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك اتصفينا من شركات القطاع الخاص لان موضوع كورونا فابتدوا يسرحوا العمال احنا كنا حوالي بتاع 300 عامل. 300 عامل. فابتدوا يسرحوا فينا فتره بفتره لغايه اما بقينا 30 واحد في الشركه بس شركه فرانكي لو حضرتك تاخد تسمع بيها يعني. فحضرتك انا من تعيين 92 1992 ما شاء الله وعندي 55 سنه. حضرتك انا مؤمن عليا 29 سنه. 29 سنه انا في الشارع ماليش دخل. دي ناس بتدلع حضرتك. انا معيش فلوس خالص. اصرف منين؟ دي ناس ليه عيالي عندي عيالي في الجامعه عندي 2 في الجامعه وعندي ابني طالب في اعدادي وعندي في اعدادي بنتي برضك في اولى اعدادي وحضرتك احنا ما لناش لنا دخل. القانون الجديد دوت اللي اتعمل اصلا ده يقصد اللي هو يمنع يعني يعمل زي انقسام في الشعب المصري. احنا دلوقتي 30 مليون موجودين في التامين وبقينا نصنا بقينا في الشارع يعني دلوقتي هي بيعملوا الناس اللي هي مدينها 500 جنيه اصلا دلوقتي ما دفعوش حاجه. واخد بال حضرتك تكافل استاذ نبيل يعني انا الناس بتوع تكافل الكرامه برضو ما عندهمش دخل محتاجين دعم. احنا مش ضد ده. ما انا مش ضدهم. انا مش ضدهم. عايز يبقى زيهم حتى. انا مش من حقي افهم. انا مش ضد القصه دي. انا مؤمن عليها. تمام يا استاذ صبري. تمام يا استاذ صبري. تمام حضرتك. دي مشكله ثانيه. شكوى حضرتك وصلت يا استاذ صبري. معانا الاستاذ عز. السلام عليكم. سلام 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 يا استاذ بركات. ممكن حضرتك تسمعني من التليفون؟ تمام يا فندم مع حضرتك. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم معاك يا فندم. شكوى حضرتك يا فندم. شكوى يا فندم من القانون 148. من قانون 148 يا فندم. من القانون 148. اتفضل يا فندم. سامعني حضرتك كده؟ سامع حضرتك يا فندم. طيب دلوقتي يا فندم يعني الكلام متضارب يا فندم. ايوه بمعنى متضارب يعني في كلام يعني انا راجل ليا 31 سنه تامينات. 41 سنه تامينات. 31 31 سنه 31 سنه تامينات. اشتراك فعلي. اشتراك فعلي يا فندم. اشتراك فعلي. ولما اروح اقدم يعني حضرته محتاج 9 سنين وبعدين انا شغال. لا هو لسه لازم يكمل 60 سنه عشان يكمل. ويا فندم شغال حر يا فندم شغل خاص يعني. تمام تقول لي لازم تكمل 40 سنه خدمه فعليه.
يكمل 41 سنه كمل كام يعني 10 سنين فاضل له 10 سنين احنا كنا اتناقشنا في الموضوع ده الحلقه اللي فاتت بس لازم يكون سنه مش اقل من 60 سنه تمام شكرا لحضرتك يا استاذ عايز معانا الاستاذ حماده السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا تحياتي ليك ولضيوفك الكرام اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم حضرتك انا موظف قطاع خاص تمام عندي 48 سنه وعندي 26 سنه خدمه تامينيه 26 سنه دلوقتي حضرتك القانون 48 ده قانون تشريد للعماله في القطاع الخاص حضرتك تعرف ان القطاع الخاص كله عموما دلوقتي بيستغل نقطه القانون ده في تسريح العماله النهارده انا عشان اروح اشتغل في اي مكان تاني يا فندم لما المصنع بتاعي يسرحني وابقى في الشارع لا انا عارف اخد معاش ولا انا عارف اشتغل حضرتك يا فندم اللي بيطلب 35 سنه اقعد فين اروح فين سبت شغلك فعلا انا مرض مزمن يا فندم نعم كلنا اصحاب امراض مزمنه انتوا عارفين ان القطاع الخاص بيعمل فينا ايه المفروض نلجا لمين ونروح لمين ربنا شكرا الوزيره بتقول لك لا ده انتوا داخلين جمعيه جمعيه ايه اللي احنا داخلين حتى لو انا داخل جمعيه المفروض في النهايه يا فندم في رئيس الجمعيه انا في عقد بيني وبينك انا اتعاقدت معاك على قانون انت اخليت بيه الجمعيه اللي انا دخلتها القانون من غير ما تقول لي تديني فرصه او تقول لي لا انا هغير القانون ده او هعمل القانون ده ازاي يعني انت شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك يا استاذ حماده شكرا لحضرتك استاذ محمد الاستاذ محمد من المنصوره اتكلم عن الشروط التعجيزيه تمام انت حضرتك الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن شرط واحد تقريبا اثنين حضرتك الشرط اتنين. الاول الماده 21 والماده 24 كان ناقص الماده 156 الماده 156 21 اللي قلنا ان انت لازم يكون حضرتك اخر اجر 50% منه يساوي الحد الادنى من المعاش تمام وده يستحيل عمليا وده مستحيل والثاني اللي هو لازم يكون عندي لازم 65% من اجمالي المدد بتاعي يديني الحق في المعاش تمام. وده طبقه عن طريق جدول رقم 5 يبعته لحضرتك على الموبايل لازم يكون عندي مده خدمه فعليه طالما انا اقل من 50 لازم يكون عندي مده خدمه يعني عند حضرتك سنة. مثلا الاستاذ نبيل مثلا 27 سنه تقريبا خدمة. تمام في الاستاذ تقريبا الاستاذ عز 29 او 31 اعمارهم 50 دول تمام فده لازم يكون عنده خدمه 41 سنه 41 سنه يعني يشتري يعني يبقى عنده 20 فعلي يشتري بقى الفرق ال 21 سنه يعني مثلا ابو 31 سنه ده فاضل له مثلا 10 سنين يشتريهم فعليا السنه بكام السنه ب 7 ب 31 فاضل له 10 سنين تقريبا 10 سنين 41 سنه يعني هو عايز 70000 عايز 70000 عشان يشتري هو لو معاه 70000 حضرتك مش ولا هيدور على 900 جنيه بتوع المعاش ولا معانا الاستاذ خالد السلام عليكم ما هو مش مطمع حضرتك يعني استاذ خالد اتصل بينا استاذ خالد ونستقبل شكوى حضرتك ان شاء الله اتفضل يا استاذ محمد انا حضرتك في مشكله تانية يعني بعيد عن المواد القانون النهارده اي حد عضو مجلس شعب مثلا نائب رئيس وزراء مثلا وزير لو وصل سنه لسن المعاش وهو اصلا ما بيدفعش تامينات ما بيدفعش تامينات بياخد معاش 33000 جنيه ده في القانون الجديد هو اللي قرر لهم كده قرر لهم 33000 جنيه 33000 جنيه اللي حضرتك هتاخدهم دول يحلوا مشكله 33000 واحد زي متضرر طيب معانا الاستاذ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا فندم هو مش دافع حضرتك يا فندم بالنسبه للقطاع الخاص حضرتك عارف احنا بقالنا 20 سنه شغالين ورا دي تمام حوالين الظهر 12 ساعه وفجاه كده حضرتك قلت لا كل ما تم 20 سنه ملوش معاش دلوقتي اصحاب الشركات الخاصه كلها دلوقتي بتسرح عماله حضرتك عايزين شغل نعمل ايه حضرتك عندك كام سنة خدمة يا فندم؟ أنا كان عندي 20 سنة يا فندم فعلية 20 سنة خدمة فعلية ما شاء الله تمام بقول لك بالنسبة للقطاع الخاص أصلا دلوقتي كله بيسرح العمالة اللي عنده والوزارة قال الوزارة ذات نفسها ممكن تضمر لي إن أنا شغال 25 سنة في القطاع الخاص من غير ما حد يمشيني تمام يا فندم شكرا أستاذ محمد السلام عليكم نوطي التلفزيون يا فندم بكرام لا حضرتك اتفضل يا فندم حضرتك احنا دلوقتي القانون لما نزل في 2019 قال ان في 5 سنين فتره انتقاليه احنا بناء عليه جت الشركه صفت في اول السنه فعملوا لنا استقالات مسبقه شهر 11 9 11 بتاريخ 1/3/2020 دلوقتي احنا بقينا احنا عملنا استقالات بناء ان احنا عملنا معاش فدلوقتي بعد 1/1/2020 اصبح دلوقتي مفيش معاش واصبحنا احنا بين واقفين في النص ولا عارفين نرجع الشركه خلاص الشركه عملت اخلاء طرف دلوقتي
بعد ده ومن واحد مفيش ولا مرتب، وعندنا طبعا علاج شهري ومفيش علاج ومفيش مرتب. انت كده اتصفيت، نعمل ايه؟ احنا مش عارفين. والوزيره بتقول لك ان التامينات بتوع المعاشات بياخدوا من الدوله ازاي، وانا بدفع 20 سنه وعندي 43 سنه، ناخد معاش منين بعد كده؟ مش عارفين الدنيا مش اموال دوله. الوزيره صرحت، ايوه يا فندم، بتقول ان واحد بيشتغل 15 سنه وعايز يطلع معاش، اولا مش بخاطره، اولا اللي بيشتغل عشان يطلع معاش المبكر كان 20 سنه، ما فيش حاجه اسمها 15 سنه. فلما حضرتك تقولي 15 سنه ده كلام عاري من الصحه تماما. برده كان في برنامج من فتره من ايام يعني برده صرحوا، برده قال لك 15 سنه خدمه، ما فيش حد يا فندم يطلع خدمه 15 سنه ويطلع معاش الا اللي هو اللي عنده 60 سنه، ده اللي ممكن مع 10 سنين. وبعدين حضرتك هم دلوقتي رفعوا سن المعاش المبكر ل 65 سنه استاذ مروان، يتم تطبيقهم ابتداء من 2032. يعني حضرتك اديت 12 سنه فتره انتقال ما بين القانون القديم والجديد، 12 سنه وتم رفع سن المعاش كل سنتين، يترفع يزيد سنه. انما المعاش المبكر النهارده هيطبق القانون النهارده، يعني النهارده في ناس اتفاجئت. ايوه احنا مش المفروض ان يكون في يا دكتوره، يعني انا يعني عايز اتناقش مع حضرتك في الموضوع ده، مش المفروض ان يكون في فتره سماح حتى للناس اللي على قوائم الانتظار؟ ده مش منطقي بصراحه. انا مش فاهمه يعني ايه ناس تتفاجئ. انا ايوه انا بتكلم في الموضوع ده، الناس تتفاجئ ليه؟ يعني رايحه تعمل اجراءاتها بالظبط، مش مفيش معاش، والقانون هو كلي يعني مؤخرا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا ما عنديش حاجه تخلي لي كل شهر بالظبط. واللي بيدفع ايجار واللي بيصرف على عيل واللي بيدي درس واللي معانا الاستاذ مجدي عبد الحميد. السلام عليكم. الله بركاته لك يا فندم، تحياتي للبرنامج والدكتور ايمان وحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. بس بعد ما اتكلم زمايلي اتكلموا في المشكله، انا هتكلم في مشكله ثانيه خالص كمان تماما. اتفضل يا فندم. حضرتك بقالها يعني ايه، كان بقالها 18 سنه و19 سنه شغاله، وطلعت من الشغل استقالات وصفت اعمالها والظروف الصحيه، دورات دي دول ده حضرتك دخلوا تامينات ثاني ودفعوا التامينات دي من جيوبهم الخاص عشان يكملوا ال 20 سنه. يوم ما كملوا ال 20 سنه يا فندم فوجئوا بالقانون 148 سنة 2019. يعني في ناس اتصفت يا استاذ مجدي وجت على نفسها ودفعت عشان تكمل المدة ال 20 سنة، بقوا يدفعوا من جيبهم اكتر من 9000 و8000 جنيه عشان يكملوا المدة دي، وفي الاخر ما لهمش معاش مبكر. ما لهمش كمان، ما لهمش. دي قصة بقى تانية برضه، دي مشكلة تانية. حضرتك تكافل وكرامة على عيني وراسي، ودول اخواتنا. طب استردوا المبالغ دي ولا لا يا استاذنا؟ لا حضرتك انا دفعتها للتامينات، دخلت التامينات اشتركت في التامينات عشان تكمل المده اللي ناقصاني اكتر من سنه ونص، دفعت 8000 جنيه عشان اكمل مدتي 20 سنه فعليا. تمام. يعني حضرتك اتصفيت، مفيش معاد مبكر، اتصفيت من شغلك وبعدين دفعت الفرق السنتين وكملت ال 20 سنه، وبعد كده القانون طلع. انا بدون مورد ومعايا استقاله وبدون مورد وبدون دفتر تامين وبدون اي دخل لاسرتي. سن حضرتك كام يا استاذ مجدي؟ حضرتك انا 48 سنه وداخل في 49 يا فندم كمان 6 7 شهور. يعني موضوع دفتر التامين ده كمان قصه ثانيه. لا يعني لا مفيش اي مورد، انا كده استماره ست حضرتك بدون اي دخل، بدون اي دخل، فهمت ازاي؟ وبستنفذ مواد شويه المبالغ اللي كانت موجوده حضرتك المدخرات، خلاص مفيش، فاهماني؟ وبعد كده حضرتك تفضل اخواتنا بتكافل يعني ياخدوا 650 جنيه، وانا اللي بقالي 20 سنه خدمه عينيه دافعهم من دمي ودافع الاشتراكاتي على قانون 79، ما اخدش اي مبلغ، ما اخدش حتى زي تكافل وكرامه، يعني انا اروح على بكره اقدم على تكافل وكرامه. مش من حقه يقدم تكافل وكرامه. انا بدون مورد، عشان هو في التامينات مؤمن عليه. مش من حقه كمان يقدم تكافل وكرامه. يعني كمان الفئه دي انا طبعا انا قلت برضو في اول الحلقه ان قصه تكافل وكرامه دي انا معاها قلبا وقالبا، لان انا ما اعرفش يعني ايه. انا معاهم يا فندم، انا معاهم دول اخواتنا. هو مش تمام، هو معترض على حاجه بس احنا فئه او في فئه بالملايين عندها مشكله. تمام. مشكله حقيقيه على ارض الواقع. شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذ مجدي. معانا الاستاذه هبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم. من متضرري القانون الجديد، وعايزه اشوف اعرف يعني ايه المراه المعيله تعمل ايه في المجتمع بدون مستحقات وبدون معاش بعد ما سدت 20 سنه تامينات، وهي بتشتغل وهي بتدرس وهي بتعول وهي بترعى امها وهي بترعى بنتها، ازاي بعد كده تتحرم من فلوسها اللي هي ادخرتها؟ حضرتك مراه معيله يا فندم. نعم. حضرتك مرأة معيلة، يعني حضرتك مثال. هي قالت هي مرأة معيلة. انا اعول طفلة واعول والدتي صاحبة مرض. اصرف منين انا؟ يعني ازاي يعني اوصل لسن معين؟ سن حضرتك كام سنة يا فندم؟ بقالك كام سنة بتشتغل؟ انا اشتغلت 26 سنة.
أمنت على نفسي ودخلت 21 سنة تأمينات تأمين فعلي، وصدت أكتر من 20 سنة تأمين فعلي. أتفاجئ بقانون يوم 1/1/2020 يلغي كل اللي بنيته في حياتي؟ أنا المرأة المعيلة، المرأة حتى لو كان زوجها معاها وعندها عيال وخدمت 20 سنة، بس في توقيت معين العيل أو الاثنين أو الثلاثة اللي بيبقوا في البيت ومحتاجين الأم، أنا مع يعني الحالة دي حتى مع المعاش المبكر فيها، المرأة لو قررت معاش مبكر عشان تقدر تتفرج لأولادها في البيت وتربي صح، لأنهم جزء من المجتمع، هما لو تربوا والأم ركزت وذاكرت وراعت عيالها صح، الكوادر دي هتطلع في يوم من الأيام تبني مجتمع، يبقى أنا كده بنجح ويبقى من حقها معاش. بنسمع طفوله مشرده ان انا اسيب بنتي في الشارع عشان اروح اشتغل اي عمل لا يرضيني ويجيب لي اي دخل بسيط مش هقدر اصرف بيه ولا عالج بيه. قدرتي تلاقي شغل بعد التصفيه يا فندم؟ الاقي شغل فين؟ انا مقدمه من سنه 2014 لحد دلوقتي، كل الناس بتاخد الشباب الصغير عشان اجور بسيطه، ما بتاخدش الناس الكوادر الصغيره عشان يقدروا يشتغلوا. القطاع الخاص يا جماعه بيبقى ليه شروط معينه فيها، اسفه ان انا هقول، بيبقى فيها بتبقى مكحفه نوعا ما، المرتبات بتبقى قليله، بياخدوا الخريجين الجداد. طب الناس النهارده اللي كانت مسنوده على المعاش خلاص وقالت تراعي مامتها زي الاستاذه هبه ولا تراعي بنتها، وفجاه ما تلاقيش دخل، تعمل ايه؟ شكرا لحضرتك يا استاذه هبه، شكرا لحضرتك. دكتوره ايمان، عشان الوقت جري بينا اكتر خلاص من اللازم، لا لسه فاضل حاجه بسيطه، عايزين توصيه او نضع حل لهذا الموضوع. ما احنا مش صناع قرار، ما احنا مش صناع قرار، بس احنا بنطالب الناس اللي هم صناع. في حد معانا؟ السلام عليكم. الحل يا فندم المؤقت، الحل المؤقت. ايوه يا فندم، لان دلوقتي فتره النواب دلوقتي تعتبر يعني شبه انتهت، هم تقريبا فاضل لهم 3 او 4 جلسات كمجلس شعبي، فمش هيلحقوا اصلا دوره المجلس الشعبي يعملوا اي حاجه في القانون. لكن يجب ان القانون ده يتم نسفه، لان حتى البنت اللي بتشتغل لما بتيجي تتجوز ما بقاش من حقها انها تاخد الدفعه الواحده. ليه؟ إزاي؟ قال لك لا ما ينفعش تاخدها الدفعه الواحده لثلاث انواع، يا اما الشاب مثلا اللي هو المسيحي مثلا اللي هيبقى راهب بيفضل طبعا هياخد الدفعه الواحده يعمل بيها ايه، هو شرط اساسي ان يكون راهب مثلا، عشان طبعا هيفضل حياته كلها في الكنيسه مش هيطلع، بس شروط هياخد الدفعه الواحده، وبالتالي طبعا هو مش عايزها اصلا لانه هيتفرغ يعني مش هيبقى عنده مشكله. النوع الثاني، النوع الثاني المسجون مدى الحياه، طبعا انا مسجون مدى الحياه هعمل ايه بالفلوس؟ هخش هدلع نفسي في السجن. ثالث واحد، النوع الثالث اللي المفروض ياخد الدفعه الواحده اللي هو من له اقامه دائمه خارج البلاد. طب انا راجل عندي اقامه دائمه يبقى انا هعمل ايه بال هبص ل 900 جنيه معاش يا جماعه؟ يعني حتى الدفعه الواحده البنت حرموها، المطلقه لم تذكر في القانون. طيب انا عايز اتناقش معك، الراهب هو كده يعني قلما تجد راهب انه يعني يدخل الكنيسه لو زوجها، يعني هي زوجها توفى تمام اتجوزت بعد جوزها، لو دلوقتي لو عادت يعني جوزها ده حصل طلاق مش من حقها ترجع لمعاشها عن زوجها الاول، كان الاول مسموح. وطبعا النقطه دي دعوه للزنا وانتشار الجواز العرفي. لا، في نقطه كمان دايما الـ 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 الزواج الثاني في حياه المراه او الرجل من خلال مشاهداتي اللي انا بشوفها ما بيبقاش ناجح قوي، فانا الناس مثلا ممكن يحصل ده، طيب انا من حقي معاش جوزي وعندي عيال منه بالظبط، الراجل ده توفاه الله، طب الست دي تصرف منين لو انفصلت مره ثانيه؟ في الغالب بيبقى معاها عيال، ما لهاش حل ان هي اما تتجوز عرفي يا اما تسلك سكه الزنا. يعني هو القانون محتاج نظره وهونا ما، لان في الاول وفي الاخر ده قانون احنا اللي بنحطه، ان شاء الله بيحطه بشر اكيد طبعا، واللي يقدر يلقي بس احنا يعني بنطالب يعني اقل حاجه يا استاذ مروان، اقل حاجه فتره انتقاليه يعني هو ده اللي بنطالب بيه، توفى او ضحى تمام، فتره كفايه توفيق شهرين توفيق اوضاع الناس اللي اصبحت في الشارع دلوقتي. يا سيدي نشغل الفلوس دي لا, لا 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 والناس تاخد ارباحها زي على الاقل، على الاقل خلينا بس عشان نكون عمليين شويه، القانون وجد وطبق تقريبا او متطبق من 1/1/2020 متطبق من 1/1/2020، ان احنا عشان نكون عمليين ناجل تطبيق القانون شويه او نوقفه نعطله شويه، نعدي الناس دي حتى كمرحله استثنائيه وبعدين نرجع نطبق القانون. يعني هو انا شايفه نقطه ثانيه، يعني بره الناس المتضرره دلوقتي فيما بعد، طيب ما هو انا اللي في القطاع الخاص مش هيامن على الناس يا جماعه، ما ده برده مش منطقي. انا عايز اقول حاجه حضرتك، الناس هتحس بالامان ازاي؟ ما احنا خلينا بس نحلها نقطه نقطه دكتوره، نقطه خلينا بس ايه نقطه ان احنا نوقف القانون ده مؤقتا، نعدي الناس اللي في الشوارع المتضرره اللي كان وبعدين نشوف بعد كده نتفاوض ما فيما بعد.
اتفضل يا محمد. عايز اقول ان معلش مع احترامي نواب القوى العامله لما بيحبوا مثلا المفروض انت نائب شعب مش نائب ضد الشعب. ايام ما كان القطاع العام بيتباع كان مع بيع القطاع العام وحضرتك مع المعاش المبكر تمام. لما اصبح ما فيش قطاع عام ودلوقتي بقى الواحد مننا هو اللي بيدفع التامينات بتاعته حضرتك اصبحت بيقولها صراحه انا ضد المعاش المبكر. طب حضرتك ضد المعاش المبكر عشان ضد مصلحتنا؟ انا عايز افهم احنا نروح فين بعيالنا يعني ناكلهم منين يا فندم؟ مش بمزاج الناس هما شركه بتخسر. وبعدين يا فندم ال 900 جنيه يا فندم ما هماش مبلغ يطمع الواحد ان يسيب شغله. مثلا لو بشتغل في شركه وباخد 4-5000 جنيه هسيب الشغل بتاعي عشان اخد 900 جنيه؟ ما هو بالعقل يعني فيعني ده حقي. وبعدين يقول لي مثلا لا اصل انت بتتدلع او انت ما انتش عايز تشتغل. ما هو لو مطمع يعني لو باخد 4000 جنيه وهتقول لي المعاش المبكر هيديك 3000 جنيه هنا مطمع. انما لما هتقول لي 900 جنيه انا اعمل بيهم ايه؟ تمام يا فندم؟ تمام. القانون ده حضرتك ليه عواقب كبيره جدا. اولها انا واحد من الناس كنت بشتغل في شركه او كنت بدور على شغل في شركه عشان يبقى لي دفتر تامين عشان يبقى لي مرتب ثابت عشان مرتبي ده يزيد في يوم من الايام. تمام. عشان في يوم من الايام لما اتعب الاقي مثلا بالظبط اخد معاش مبكر. مطالبه حضرتك الاخيره مطالبتي اولا واخيرا اولا القانون ده يجب ان يتم نسفه مع طبعا الوقت الحالي مش كافي متاح. تمام. هم بيسوقوا ليه ان هو مشروع ممتاز هو مشروع فاشل جدا ما فيهوش اي ميزه للعامل. تمام. نمرة 2 اللي انا بطالب بها وسرعه يعني احنا بقالنا دلوقتي انا من اول السنه حضرتك بدون عمل وبدون معاش وبدون اي حاجه فعلى الاقل يسمحوا لنا ان احنا ناس تطلع معاش عشان تلحق تسوي اوضاعها وبعد كده حضرتك شوف انت مشاكلك في القانون ايه. تمام دكتور ايمان يعني كلمه اخيره من حضرتك في الموضوع ده. اعاده نظر لان دي بيوت مفتوحه اكل وشرب تعليم مدارس يا جماعه بيوت ما احنا كلنا فاتحين بيوت وعارفين مصاريفها قد ايه. الله المستعان. الاستاذ محمد ابراهيم بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك يا دكتوره ايمان. انا شايفك كلها حالات انسانيه يا استاذ مروان طبعًا يعني طبعًا. يا جماعه احنا بني ادمين طبعا كلها حالات انسانيه كل واحد عنده قصه وحدوته. تمام يا فندم مش لاقيين اكل عيالنا اصلا. تمام دكتوره ايمان شكرا لحضرتك شكرا جزيلا ونورتنا يا استاذ نورتنا جدا نورتنا يا استاذ محمد. مشاهدي الكرام لا يسعني الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.